طيب، التوترات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب كيف تتابعونها؟ وهل يمكن أن يكون لكم دور في تهدئة الأوضاع بين كلا البلدين؟ المغرب والجزائر شريكان مهمتان للاتحاد الأوروبي، ونحن منخرطين منذ سنوات عديدة لتعزيز ما يسمى الانتجريشن أو الاندماج في منطقة المغرب. للأسف إذا نظرنا إلى الأرقام نلاحظ بأن المغرب بين المناطق الدولية أقل اندماجا من الناحية الاقتصادية، وهناك تكلفة واضحة للحكومات في هذه المنطقة. فنعم الآن يعني بدون شك هناك مرة أخرى خلافات بين الطرفين، ولكن أعتقد بأن ستتمكن المغرب وستتمكن أيضا الجزائر دولة الجزائرية من حل هذه المشاكل. نحن إذا طلب منا طبعا نحن جاهزون لدعم هذه الجهود، ونتمنى بأن يكون هناك حل واستئناف هذه العلاقات الدبلوماسية، لأنه مستقبل المنطقة مستقبل المغرب ككل يعتمد على هذه العلاقات.